وشك. يعلم ربنا والله انا محظوظ جدا 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 اقسم بالله. بحاول دايما اعمل كل جديد عشان خطيبكم. والحفله دي تحديدا ليها معزه خاصه. النهارده حبيب قلبي. انا دي متخصصه يعني اول مره في حياتي اغاني كنت اكتشفهم وتحديدا مدام سلمى الشماع. يا ريت كانت معانا النهارده. المره دي بعد سنين طويله بنتجمع مع بعض وبنعمل الحفله دي. اسمحوا لي اشكرهم واوجه لهم تحيه كبيره واسمع لهم صفه كبيره جدا جدا. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل. الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org